أنت يا رئيس قول أين أنت يا رئيس قول أين أنت يا رئيس قول. قلنا بأن المباراة قاتلة 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 قاتلة. ياسين وين رحت يا ياسين وين رحت يا ياسين وين رحت يا ياسين وين رحت يا ياسين وقول وين رحت يا ياسين وقول وين رحت يا ياسين وقول. عند الدقيقة 24 من عمر المباراة هدف لهدف صارت النتيجة. سجلنا هدف مبكر دفعنا الثمن لأنه رجعوا على صفحة الكبير. لكن معليش لعبنا نص شوط لحد الآن. اسمعوا الجماهير الجزائرية الآن. هاي الجماهير الجزائرية في هذا الوقت بالذات تهتف وتشجع منتخبها في هذه اللحظات الصعبة. قلنا بأن المنتخب الكاميروني يبقى خطير. ياسين كان أقول خرجت بعيد خرجت بعيد. معليش هدف لهدف صارت النتيجة بين الجزائر والكاميرون. طلب من الهلال اليمنى احمد موسى كره خطيره وين راجع يا هشام احمد موسى با 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 جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضايع من عمر المباراه. جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضايع من عمر المباراه. لا احد يريد ان يكون في مكان هؤلاء اللاعبين الذين لن يتردد بعد فلاسفه الكره في ان يمسح بهم الارض ولن يترددوا في إعادة اسطوانة اللاعب المحلي واللاعب المختن واسطوانة المدرب المحلي والمدرب الأجنبي الذي سئمنا منها وتعبنا. الناحية البدنية تونسية الكرة مرجاني ساسي هائلة ليوسف المساكني فعلها القل ليوسف المساكني من هناك كما كان متوقع. رامي بن سبعين سجل قد مرمى كرة يوسف المساكني باليسرى. معلش نحن في بداية المباراة والمباراة مازالت طويلة والعودة ستكون بإذن الله في هذه المباراة لأن هذا الهدف مباغت وغير متوقع تماما. هذا راح يخلي اللاعبين التونس نعم يعودوا للخلف سيدفعون الثمن. وصلت جهة تونسية رامي بن سبعين لم يقدر فوزي غلام في التغطية حذر يا فوزي من وهبي بالراس يا فوزي يا فوزي لا 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 اعطاله ضرب الجزاء اعطاله ضرب الجزاء حكم اعطاله ضرب الجزاء حكم. المباراة انقلبت كل الموازين. شوف من كرة واحدة من غلطة واحدة كيف تنقلب المباراة. هاي قاسية هاي 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 نعم سليتي وملك عزلة يلا يا مليك انقذها ضربة الجزاء هذه يا مليك مليك عزلة وسليتي يسجل جول ثاني مباراة يسجل جول ثاني على يسار مليك عزلة جول ثاني لمنتخب تونس لم يلعب في الشوط الأول ولكن هو مفوق 2-0. ظروف صعبة 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 جدا لم يمر بها المنتخب الجزائري من زمان من زمان لم يمر بهذه الظروف ومن يلعب ولم يلعب مثل هذا الأداء. خطيرة جول خطيرة وجول ورأيت السبب إن شاء الله حكم لم يرفع الراية بولية يفتح مجال التسجيل لكوت ديفوار. خطيرة الكرة رائعة جدا بولي يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار عند الدقيقة 26 من عمر المباراة. معلش ابكي يا سفير ابكي يا سفير لأنه هذه المباراة اللي مباريات اللي تكبرك ومباريات اللي تعلمك وهذه هي الخسائر اللي نستفيد منها ونتعلم منها. وإن شاء الله نكون فهمنا جيدا لأن الذي حدث في الفترة الأخيرة كان عملية تكسير ممنهجة لمنتخب جزائري كان بمثابة مثل كان قدوة كان يحسبنا عليه الكثير من عشاق الكرة في العالم. للأسف ولكن ليست نهاية العالم غدا يوم آخر.
قيل له إن المرض ألم بمحارب، فكان الطبيب المداوية. إن كلمتني عن الإرادة فلا جواب يشفي الظمأ سوى بالماضي، وإن كلمتني عن الصرامة فلن تجد مرادفا مناسبا سوى بالماضي أيضا. الصبر والإتقان والانضباط كانت وصفة بالماضي لترميم ما يمكن ترميمه في الخضر. بالماضي على دراية أن المهمة لن تكون سهلة بما أنه ورث منتخبا مهلهلا من دون روح، أمر تجلى خلال كل المباريات الأخيرة التي لعبها، عندما ظهر للعيان أن محرز ورفقائه افتقدوا رغبة اللعب، فما بالك رغبة تحقيق الألقاب والنتائج الإيجابية. فهو كان عارف لأنه عنده القدرات لكي يعيد إحياء هذا المنتخب اللي كان فيه محاولة تهديمه، كان فيه محاولة تحطيمه، سواء بشكل جماعي أو حتى بشكل فردي. جمال بالماضي كانت عنده الخلطة السحرية التي مكنته من أن يعيد الروح إلى المنتخب كأفراد وكمجموعة، يعيد الثقة لأنفسهم ويعيد الثقة فيما بينهم. جمال بالماضي خلق منتخب، ما خلقش لاعبين. أنا يسألوني يقولوا لي من هو أفضل لاعب في الجزائر في البطولة، نقول لهم هو المنتخب. بداية البطولة يكتب عليك من يقول بأن كان يتصور مثل هكذا أداء ومثل هكذا نتائج، يكتب عليك أيضا يقول لك من كان يتوقع بأن المنتخب يلعب بهذا الشكل. أقول يلعب بهذا الشكل ولا أقول يوصل للمباراة النهائية. الأوبجيكتيف في جميع الأحوال هذا هو هدفنا، من الضروري أن نحدد أهدافنا، لا شيء مستحيل، يجب أن نؤمن وأن نعمل من أجل ذلك، وهذا مرتبط بطبيعة الجهد المبذول بالنسبة لنا، لا شيء مستحيل، لكن أملنا ونحن نؤمن بأنفسنا سنعمل من أجل هدفنا وسنبذل كل ما بوسعنا للذهاب بعيدا في هذه المنافسة. بغداد منجح هو الذي سيتولى تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة. بغداد يستعيد بغداد، با 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 بالبراءة وبالروعة وبالأناقة. يا سلام يوسف يلعبها في الوسط لإسماعيل بن ناصر، دخل إسماعيل، دخل إسماعيل، يراوغ إسماعيل، يلعب ليوسف الليلي، أوه إسماعيل بن ناصر كرة خطيرة، إسماعيل بن ناصر جول وجول وجول يا رياض جول. والعدو ظهر في اختياراته، لا يمكن لأحد أن يشكك في أحقية أي عنصر من المتواجدين في حمل قميص الجزائر. كمثال حي
يوسف بالليلي. في زمان آخر كان سيجلس على دكة البدلاء وربما قد يشاهد الكان على شاشة التلفاز، لكن بالماضي منحه فرصة استحقها. خطيرة! بابا بدل! بابا بدل! يوسف يا يوسف، لعبة جماعية رائعة، يا سلام! أعتقد ليس هناك مدرب فعلها من قبل أنه أقحم تشكيلة مغايرة تماما في مباراة ثالثة، دخل كل اللاعبين في المعنى خلاهم مهمين بالبطولة من أجل أن يزيد من المنافسة بين اللاعبين. اليوم أنت تشوف إبراهيمي في الاحتياط، عنده 10 سنوات هو أساسي في المنتخب، تشوفه في الاحتياط لعب فقط ربع ساعة، ولما سجلوا هدفه أول واحد يفرح، أمر لا تجده في نوادي أو في منتخبات أخرى، فمعناه أنه كان شغل قام به جمال بن مهدي. Thank you.
done it. They've won their second African.